انتصار الصغار في حروب الكبار. ليه إسرائيل حتى الآن ما انتصرتش على حماس؟ ده سؤال ناس كتيرة بتسأله. ليه القوي إسرائيل ما ينتصرش على حماس والجماعات المتعاونة معاها رغم أن القوة النيرانية الإسرائيلية ضخمة جدا؟ والحقيقة لده نفس السؤال اللي اتسأل عن إزاي الفيتناميين هزموا الأمريكاني الغازي، وإزاي الجزائريين هزموا المحتل الفرنسي، وإزاي الليبيين هزموا الطلياني، وإزاي الضعيف يهزم القوي. عشان كده بيسموها حروب الضعفاء. المسألة كلها مرتبطة بفن وضع السم في العسل أثناء الحرب، والموضوع ده ليه أصل في التحليل العسكري، والمسألة الحقيقة فيها تفاصيل كتيرة قوي وراء الكواليس أكتر من الظاهر أمامنا على مسرح الأحداث. علشان كده هنناقش هذا الموضوع في برنامجنا ده. أنا معتز عبد الفتاح، وده برنامج سم في عسل. السر إن حماس أجادت استخدام تكتيكات وأدوات بيسموها حروب الأشباح، حروب الشوارع، حروب المدن، حروب العصابات، حروب الضعفاء، حروب الذئب والبرغوث. ما تقلقوش، هفصل لكم كل الكلام ده دلوقتي. على فكرة كل اللي فات ده تنويعات مختلفة على نفس الفكرة اللي منتشرة في الأدبيات العالمية، واللي عندنا في الأدبيات العربية سموها حروب عصابات. وده طبعا عدم دقة في الترجمة، لأن الموضوع ما فيش فيه عصابات ولا حاجة، دي عادة بتكون حركات تحرر أو حركات مقاومة أو حتى في بعض الأحيان حركات إرهابية. كلمة حروب العصابات هي ترجمة عربية أنا بعترف إنها رديئة لكلمة جيريلا وورفير. يعني إيه؟ يعني الحروب الصغيرة، وده أصلها يعود إلى المقاومة الإسبانية ضد قوات نابليون بونابرت في سنة 1808 و1814، والحقيقة التعبير الأدق هو حروب الشوارع أو حروب المدن. داخل غزة مثلا في حرب شوارع مع الفصائل الفلسطينية اللي استعدت جيدا لهذه المواجهة مع إسرائيل، واللي بتعني ان الجهة الأضعف لا تقف في مواجهة مباشرة مع الجهة الأقوى اللي عندها نيران أكبر، إنما تعطيها المجال للتقدم عشان تجرها لملعبها وتوجيه ضربة ضمن مسار يؤدي في النهاية إلى استنزاف قوة القوي وانتصار الأضعف. ولهذا أصبحت التسمية الأدق إنها جزء مما يسمى بالحروب غير المتوازنة أو غير المتماثلة، يعني مش بين جيشين أقوياء وقريبين من قدراتهم النيرانية. بيشهد التاريخ القديم والمعاصر إن الجيوش النظامية نادراً ما بتنتصر في حروب الشوارع دي، ولو انتصرت بتكون بتكلفة عالية جداً. مع طول أمد الحرب في غزة الطرف القوي يعمل بكل شراسة وقوة علشان يحقق نصر، اسمعوا دي، سريع وحاسم، لكن الطرف الأقل قوة بيستفيد من إطالة أمد الحرب علشان يراكم إنجازات صغيرة تؤدي في النهاية إلى انتصار أقرب لمعنى الصمود. بيسموها كمان إنها حرب البرغوث ضد الذئب. الذئب هنا هو الطرف القوي اللي بيعاني من عيب أساسي، ألا وهو أن مساحته كبيرة، اللي هي جسمه، يعني جسمه كبير، بينما يتمتع عدو البرغوث بميزة أنه شديد الصغر، سريع الحركة، بحيث يصعب القبض عليه من الذئب. البرغوث يلسع الذئب ويحدث به جرحا هنا أو هناك ويهرب بسرعة من مكان اللسعة، فيقوم الذئب بعض نفسه وهرش جلده وأحيانا بقسوة، ثم يعود إليه البرغوث ويلسعه مرة أخرى في مكان آخر. ولو تكثرت البراغيث على الذئب ممكن الذئب يفقد توازنه وينهك. على فكرة كل أنا بقوله ده
ترجمة لكلام بالضبط عن نفس الفكرة، فكرة الحروب غير المتمثلة أو غير المتوازنة. تاريخ حروب الشوارع طويلة، والعالم بيذكر منها مؤخرا الحرب اللي كانت مثلا في ستالينجراد ما بين روسيا وألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، الحرب اللي خدها الأمريكان في كوريا، فيتنام، أمريكا في فيتنام، معظم حركات التحرر الوطني في قارات الجنوب، أفغانستان اللي حصل في أفغانستان مع الأمريكان، واللي حصل مع الروس في الشيشان، الفلوجة مع الأمريكان والموصل مع الأمريكان، والآن بتصل نفس هذه نوعية الحرب بعدد ضخم من الدروس اللي تعلمتها حماس زي المقالة دي ما بتيوه. واحد من أهم واضعي مبادئ حرب العصابات في العالم هو الصيني ماو زيدونغ، زعيم الثورة الصينية وقائد الحرب الأهلية وزعيم الصين حتى سبعينيات من القرن الماضي، واللي حط المبادئ الأربعة الأساسية في كتابه اللي اسمه كده، اللي احنا ترجمناه بالعربي حرب العصابات، واللي بتقول عندما يهاجم العدو فإننا نتراجع، وعندما يتوقف العدو فإننا نناوشه، وعندما يتعب فإننا نهاجمه، وعندما يتراجع فإننا نطارده. يعني من الآخر نيموهم في العسل وبعدين إلسعوهم بالسم. أما الفيلسوف الصيني برضو سان تسو، صاحب كتاب فن الحرب اللي كتبه من أكتر من 2500 سنة، فبينصح المقاتلين في هذه النوعية من الحروب اللي عندهم ما كانتش حقيقة حروب شوارع ولا مدن، كانت حروب غابات، قال يا سيدي ما يلي: تعتمد كل حرب على الخدعة، فاخدعه يعني اخدع عدوك ثم هاجمه. اتنين، قدم للعدو طعما لتجذبه تجاهك ثم هاجمه. ثلاثة، تجنبه حينما يكون قويا ومستعدا. أربعة، ركز عليه ضغطا كي تستنزفه طول الوقت. خمسة، هاجمه عندما لا يتوقع هجومك عليه، واظهر عندما لا ينتظر ظهورك أمامه. لكن الأمور تطورت كتير في 2500 سنة اللي فاتوا دول، وهذا التطور في آليات حرب الشوارع والمدن جعلت حماس واللي زيها بتصمد حتى الآن، وربما تنتصر في معاركها مع العدو الأقوى. إيه بقى اللي عاملها حماس من آليات حرب الشوارع دهيت واللي مخليها حتى الآن تصمد؟ هرصد لحضراتكم تسع أدوات بتستخدمها حماس. واحد، الرهان على عنصر المفاجأة والمباغتة، ودي بتضمن لمقاتلي حماس تحقيق عنصر السرعة والحسم مع الانسحاب السريع، وهو ده اللي حصل يوم 7 أكتوبر ولم يزل حتى الآن يحدث. فعادة ما تشن حماس هجماتها في جنح الليل مستغلين الظلام أو عند الضوء الأول من الفجر، أي في وقت بتكون في قوات إسرائيل في أقصى حالات الإرهاق والتعب والغفلة. سم في عسل أهو. اتنين، رهان حماس على الكمائن والأفخاخ، بتعتمد حماس على انتظار وصول قوات إسرائيل إلى نقطة معينة جغرافيا ثم شن ضربة نوعية عليها، ويمكن أن يكون ذلك في أعقاب مباغتة من حماس لوحدة إسرائيلية في مواقعها، والمهم في كل الأحوال أن تكون قوات الجيش الإسرائيلي في مرمى نيران حماس وإبقائهم مكشوفين أطول فترة ممكنة. ومع ذلك بيكون تقدم القوات الإسرائيلية بطيء وصعب، لأن حماس بتكون في أكثر من مناسبة نجحت أنها تحصر الدبابات والمدرعات الإسرائيلية في أماكن ضيقة، ولم تستطع المدافع والدبابات الإسرائيلية التحرك بانسيابية كافية في معظم الحالات، فاضطرت الوحدات الإسرائيلية إلى التفرق، وهذا ما صب في صالح حماس بشكل كبير. سم في عسل أهو. الرهان الثالث لحماس: اضرب واختفي، هيت ان ران، ولهذا بتعتمد حماس على تسليح مناسب لفكرة الاختفاء داخل الأنفاق بعد تنفيذ عملية نوعية، معتمدين على رشاشات سريعة الطلقات، صواريخ مضادة للمدرعات والدبابات محمولة على الكتف، قنابل يدوية، ألغام، وربما في بعض الأحيان أسلحة بيضاء. سم في عسل أهو. أربعة، الرهان على إنهاك الخصم معنويا واستنزافه ماديا، وده جزء من أهداف حماس من شن حرب نفسية مصاحبة للحرب المادية ضد القوات الإسرائيلية عن طريق استهداف أكبر عدد من الجنود الإسرائيليين، بما يؤدي إلى إضعاف ثقتهم في أنفسهم وفي قيادتهم، فضلا عن تحطيم هيبة إسرائيل والصورة الذهنية بأنها جيش متقدم تكنولوجيا وعدة وعتادا ولا يمكن قهره.
والحقيقة نجحت حماس كمان في إنتاج أفلام ترجمت صمودها، كما أن إسرائيل بدأت بالفعل تشكو من خسائر اقتصادية بسبب هذه الحرب التي لا يبدو لها نهاية قريبة. سم في عسل اهو. 5، الرهان على الوقت، وده اللي بتعمله حماس بالاعتماد على استراتيجية فابيان اللي بتقوم على تجنب المعارك الحاسمة أو المواجهات المباشرة لجر الخصم إلى حرب استنزاف بالوسائل غير المباشرة، حيث يعتقد الجانب الأضعف اللي هو حماس إن الوقت في صالحه وإنه مجرد صموده مكسب. سم في عسل اهو. 6، الرهان على المدنيين، بيحرص عناصر حروب الشوارع والمدن والعصابات وغيرها انه يحافظوا على سريتهم وسرية تحركاتهم واماكن تواجدهم، علشان كده لازم يكونوا على علاقة طيبة جدا مع السكان المدنيين لانهم خير من يؤمن لهم الغطاء الامني ومصادر للتمويه والتمويل والتموين. في جنرال فيتنامي اسمه فونجيان جاب قال ان المقاتلون هم كالسمكة والبحر هو الشعب، فكلما كان المحيط متعاطفا ومؤيدا كانت حركة المقاتلين أسهل. هو ده اللي بيحصل فعليا ما بين حماس وأهل غزة التانيين، ما اقدرش أقول كلهم لكن نسبة كبيرة منهم، علشان كده إسرائيل بتعاقب أهل غزة من ناحية وبتغريهم بالأموال لتسريب أي معلومات تكشف عن هوية وأماكن مقاتلي حماس والجماعات التانية، وعادة ما تبقى العناصر القتالية بتبقى في الريف في المدن في أماكن معزولة استعدادا إنها تنقل حربها إلى حيث يوجد العدو بسرعة شديدة. طبعا يعتمد هذا على ما إذا كان مسرح عملياتهم وأماكن تواجدهم في أرض صديقة أم عدوة. في حالة غزة أرض صديقة. سم في عسل أهو. 7، الرهان على أثر المحاكاة. كل الجماعات دي بما فيها حماس وككل جنود حرب الشوارع بيراهنون على التأثير المعنوي لانتصاراتهم بما يدفع آخرين للانضمام إليهم أو تقلدهم، فتنفتح جبهات أكثر على عدوهم وتتحول حماس ورموزها إلى أبطال قوميين ودينيين يقبل الناس على أخبارهم ويشوفوهم قدوة لهم ويتمنوا لأبنائهم أن يكونوا مثلهم. ومن هنا بيستمر ما بين قوسين النضال ويروى بالمزيد من الدماء. سم في عسل اهو. 8، الرهان على الضغط الشعبي والدولي. الصمود هو النصر عند انصار حروب الشوارع، عشان كده حماس والجماعات اللي بتؤيدها بتراهن على تأثير صمودها على دور الرأي العام الإسرائيلي في الضغط على القيادات السياسية والعسكرية بسبب الأسرى والمخطوفين من ناحية، وبسبب النعوش العائدة إلى إسرائيل نتيجة حرب يرى الإسرائيليون أنه ممكن تجنبها بمرور الوقت. كما تراهن حماس على الضغط الدولي على إسرائيل نتيجة مقتل المئات والآلاف من الأبرياء، بما يجعل هناك اتهامات لإسرائيل بأنها ترتكب مجازر ومذابح لا تقوم بها إلا الجماعات الإرهابية اللي إسرائيل بتتهم حماس إنها إرهابية. سم في عسل أهو. 9، الرهان على المكسب السياسي وليس المكسب العسكري. حماس والجماعات اللي بتؤيدها بتراهن ككل قوى الحروب غير النظامية على إنها هتحقق مكسب ما سياسيا، تحقيق الاستقلال، تحقيق الحرية، تحقيق التخلص من خصم من الخصوم أو القضاء على نظام حاكم، مهما كانت التكلفة العسكرية والبشرية ضخمة. مش مهم هنخسر قد إيه، المهم نحقق اللي إحنا حاطينه قدامنا كهدف. ولهذا فإن إسرائيل رغما عن كل الدمار والدماء والدموع التي يعاني منها الفلسطينيون لم تقنع الرأي العام الداخلي في إسرائيل أو العالمي بأنها انتصرت على حماس حتى الآن. سم في عسل أهو. لو حضراتكم ركزتم في العناصر التسعة السابقة تكتشفوا أن حماس طورت من أدواتها على نحو جعلت الأضعف عددا وعدة وتكنولوجيا، نجح في أنه يكبد الأقوى عددا وعدة وتكنولوجيا خسائر لا يمكن فهمها إلا بعد ما نفهم معنى حروب الشوارع والمدن أو الحروب غير المتوازنة. يا رب الخير العرب، قولوا أمين.